متتبعي اليوم 24 مرحبا بكم، الآن نتواجد داخل خيمة دراسية أعدت لاستئناف الدراسة بعدما توقفت 10 أيام بعد زلزال الحوز. نتواجد بمنطقة أسني إقليم الحوز حيث استأنف تلاميذ المنطقة دراستهم بهذه الخيم. مجموعة من شهادات سقيناها من تلاميذ وأساتذة وأباء حاولوا فيها أحاسيس وفيها حزن وخوف وفرحة أيضا بعد استئناف الدراسة. كما كتلاحظوا هذا الصباح تمت استئناف الدراسه ان شاء الله، والتلاميذ كيلتحقوا فرحانين باش يقراوا. حنا مجندين جنود مجندين وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. حنا هنا في اليوم في الموعد من اجل استئناف الدراسه. العدد اللي غادي نستقبلوا ديال التلاميذ 1686 تلميذ بالنسبه للاعدادي، 1200 تلميذ بالنسبه للثانوي التاهيلي. اذا حنا هنا كننتظروا التلاميذ باش يلتحقوا اليوم في الصباح باش نستانفوا الدراسه. احنا في اتم الاستعداد. العدد ديال الخيمات هو 32 خيمه، 16 بالنسبه للثانوي الاعدادي و16 بالنسبه للثانوي التاهيلي. عدد الاساتذه تقريبا بالنسبه للاعدادي كاين 38 استاذ، بالنسبه للتاهيلي كاين 36 استاذ. اذا كلشي مجند، كلشي غادي يلتحق. كل ما كتشوفوا الاساتذه كاين استاذ اللي بدا دابا هو. اذا حنا اليوم في الصباح غادي نبداو في الجانب الدعم النفسي باش نرفعوا من المعنويه ديال التلامذ. منطقه امنه كالاختيار المنطقه هي هذا المقر وملاعب القرب ديال اسني. اذا هي منطقه امنه كما كتشوفوا هنا السياج هنا الاكليراج. اذا جميع القاعات مجهزه، طاولات، سبوره، طاقة، ثم حاسوب، ثم مصلات. إذا نحن في أتم الاستعداد إن شاء الله. الاسم ديالي سناء أزيام، سكان ساكنة في دوار تم قلت قريبة نيت من هنايا. وبالنسبة للمدرسة ديالنا كلها تريبات، مهم فاش كنشوفوها واحد الإحساس في شكل، وحنا عمرنا توقعنا بلي غادي يوقع هذا الشيء. وملي جينا كنقراو هنايا تواجهنا احساس في شكل، حيتاش في الاول مشينا دخلنا كنا فرحانين، دخلنا للمدرسه كنا فرحانين بكل شيء. وفاش جا هذا الشيء على غفله ما كناش كنظنوا بلي غنجيو نقراو هنايا. ايها صعيبه، ايوا الخوف باقي فينا، الخوف باقي خايفين. لا الكتبه مازال كاع ما شديت الكتبه ديال المستوى ديالي، لا الادوات لا والو، مازال ما شرينا والو. لحقاش فاش كنا دخلنا المدرسه مشينا غير تقيدنا وحطينا الملفات ديالنا وصافي، مازال ما عطاونا لا الادوات لا والو. اي من بعدها جا هذا الشيء في الغفله. فرحانه، اي فرحانه، ولكن المهم واحد الاحساس في شكل. لحقاش فرحانه انه نرجع نقرا، غير هو الاحساس ماشي بحال ديال القسم. ان شاء الله الحلم ديالي نكون مهندسه معماريه ان شاء الله. السلام عليكم، انا اسمي الهدادي حسنه، كنسكن هنايا في اسني. عندي وليد واحد انا وراجلي، وداك الوليد فاش بدا الزلزال المهم كنا كاملين في الدار. المشكل اللي كان عندنا هو ان كان الباب ما بغاش يتفتح لنا، بحرة وبحرة ما تفتح. المهم حتى تقريبا قريب يسالي فاش كنا هابطين في الدروج طحت انا، توتيت انا من يدي. ولكن الحمد لله منين جينا من هاد سميتو من هاد الفاجعه، الحمد لله على كل حال جينا من الارواح. واخا الدار مشات ماشي مشكل، كلشي كيتعوض. المهم اننا جينا، قلت من ربي سبحانه وتعالى يرحم دوك الاموات اللي ماتوا، الناس اللي ماتوا هما شهداء عند الله سبحانه وتعالى. اليوم مع الاول ديال سميتو اول نهار في الدخول المدرسي، الحمد لله فقت بكري، بديت كنوجد بحال انه عادي رغم ان الضغوطات النفسيه وهذا. مع ذلك وجدت الوليد باش انه نفسيا وداك الشيء واحد شويش باش انه يتاقلم مع الوضع وهذا. وجدت ليه فطور، قال لي ما غاديش نفطر، قال لي على الاقل قال لي نمشي للمدرسه نشوف عليه داك الجو وهذا. والحمد لله السلطات داروا هذا الخيام، ريت ما يكون شي حاجه جديده، واللهم لك الحمد. اوغوزومون حنا سميتو نهار قبل الزلزال، نهار قبل الزلزال كنا مشينا خدينا ليه شكاره، خدينا ليه حويجات بصفت حيت عندنا وليد واحد، خدينا له حويجات وداك الشيء وجدناه. هو اصلا عزيز عليه القرايه وسميتو كيسميتو كان كيتسنى امتى غادي تبدا القرايه. لو فيت فاش جا الزلزال شويه الولد كان مرتبك، كانوا شي اساتذه حدايا هما اللي عاونوني فيه شي شويه نفسيا.